مساء الخير، مساء الحب، مساء السعادة. تحية لكل الأشخاص يلي عم بيتابعونا عبر الشاشة السورية الأولى قناة سما الفضائية. بلحظة بتربح بلش، ونحن ناطرين تفاعلكم ومسجاتكم واتصالاتكم لحتى نتعرف عليكم ونربحكم الملايين. يوميا عم بيكون في عنا جوائز وكاش بانتظاركم. امسكوا هلأ موبايلاتكم وابعتوا كلمة مميز على الرقم 1122 من أي خط سيرياتيل، وعلى 1100 من أي خط MTN. طبعا كل ما زدتوا المسجات كل ما زادت النقاط، وصرتوا أقرب لل 30 مليون يلي رح بتكون لصاحب أكبر عدد من الرسائل بنهاية الشهر الكريم. بدي رحب بالباند الموهوبة أبيت. مساء الخير. مساء الخير. شو الأغاني اللذيذة اليوم؟ حلوة. ما أنت مغيرة كمان الستايل. أنا أسرانة مبدئيا، شلت الكعب وهيك لبست البوتس، أسرانة جينز وهيك شغلات. إيه. ما خبرتينا شعورك بعد المباراة طبعا امبارح؟ فزنا. يعني هي خسروا بس انه تأهلوا. فزنا هذا المهم يعني. ولا كانت ليلتكم نكد نكد بنكد يعني. اجت لصالحكم. اليوم لابسه اسود باسود. نظامي. الله ستر بس. ومعنا اول اتصال. مساء الخير ياسر. ايوه مساء النور. كيفك ياسر؟ شو الاخبار؟ والله الحمد لله بخير. الله يسلمك يا رب، وان شاء الله رمضان سعيد عليكم. يخلي لك يا رب، رمضان كريم عليك وعلى اسرتك وكل الاشخاص اللي عم بيتابعونا. من وين عم تحكينا يا ياسر؟ والله من دير الزور. اهلا وسهلا فيك وباهل دير الزور. يمكن هي يمكن اول مكالمه من دير الزور. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. انت ومين عم تتابعنا؟ والله انا واهلي وزوجتي قاعدين. تحية للعيلة كلها طبعا، ما في أحلى من لمة العيلة. جاهز للربح؟ جاهز. يلا حنشوف أول سؤال نحن وأنت سوا، صح أو خطأ؟ عاصمة السودان هي الخرطوم، صح أو خطأ؟ لا صح. وإجابتك صحيحة. ياسر حنشوف أنا وأنت قيمة السؤال على دولاب الحظ. جاهزة تقلي ستارت لنبلش؟ نعم. يلا ستارت. خمسة وسبعين ألف. ألف مبروك. ياسر العيلة جنبك، ولادك وزوجتك والعيلة كلها؟ ايوه.
طب هيك بدنا تحيه من اهل دير الزور ل بلحظه بتربح، شو رايك؟ يا عيني يا عيني على الحماس. يلا حروح للسؤال الثاني، جاهز؟ كمان عندنا صح او خطا، كانوا 75,000 ورح نزيدهم. السؤال بيقول اليزابيث الثانيه هي ملكه اسبانيا، صح او خطا؟ يعني كوين اليزابيث. خطا. خطا. والله ما بدك مساعده انت، برافو عليك، اجابه صحيحه. حنشوف هلا انا وانت قيمه هذا السؤال، في عنا ثلاث صناديق، بدي اياك تختار رقم من الواحد للثلاثه. شو هو الرقم يلي حابب تختاره؟ اثنين. معلقين على اثنين. كانوا 75,000 يا ياسر، هلا صاروا 150,000. ياسر كم ولد عندك؟ والله عندي 4 الله يخليهم. الله يسلمهم يا رب، بنات ولا شباب؟ والله ولدين وبنتين. ولدين وبنتين؟ ايوه. الله يخلي لك اياهم يا رب. الله يخليك. لهم حصة من الجائزة؟ طبعا لهم، شلون ما لهم؟ أنت لك حصة من الجائزة، بيقول لك يا زلمة. والله إن شاء الله. يمكن تطلع بلا حصة أنت. يلا حروح للسؤال الثالث يلي بيقول في عنا طبعا 4 خيارات. أي يوم هو عيد استقلال سوريا؟ 16 تشرين الثاني، 8 آذار، 1 أيار أو 17 نيسان؟ عيد الاستقلال. 8 آذار. لا يعني هالشهر، نحن بنفس هذا الشهر عيد الاستقلال. 17 نيسان. 17 نيسان. إجابة صحيحة. كان معك 150,000، فحنشوف هلأ بهاي المرحلة قديش رح بتكون قيمة الربح. جاهز؟ جاهز. عنا 8 بطاقات من الواحد للثمانية، بديك تختار منهم رقمين. شو هن الأرقام؟ إيه من الواحد للثمانية. 5 و6. 5 و6. وصاروا 200,000. ألف مبروك يا ياسر وشكرا لك، ضل شارك معنا لأنه في عنا كتير جوائز ومفاجآت بكل حلقة. اتصال تاني، مساء الخير. نور. منال. اي نعم حياتي. يسعد مساكي. ومساكي يا رب. رمضان كريم عليك وعلى أهلك وعائلتك. تسلميني وعليكم وعلى الجميع يا رب. خلي لياكي. انت ومين عم بتتابعينا؟ أنا وجوزي وبنتي وابني. تحياتي للعيلة كلهم وللبنوتة ولابنك، الله يخلي لك ياهم يا رب. تسلمي لي يا عمري. جاهزة للربح؟ إن شاء الله يا رب، الله يسمع منك حبيبة قلبي. إن شاء الله يا رب. يلا حنشوف شو هو السؤال الأول. صح أو خطأ، أغنية هذه ليلتي للسيدة أم كلثوم من ألحان محمد عبد الوهاب. صح ولا خطأ؟ شو رأيك؟ شو بتقولوا؟ ليلتي. عم بيقول لك يزن انه ايه يعني ممكن انه تكون صح. انتوا بتاع الموسيقى بقى يعني عندكم القصه. اذا بنختار صح. صح. والاجابه صحيحه. طبعا من اشهر الملحنين على مستوى الوطن العربي. هلا حنشوف قيمة الربح نحن وانتي. جاهزة؟ جاهزة. يلا عنا دولاب الحظ، بدي تقولي لي ستارت لحتى نبلش ونشوف شو قيمة الربح. اوكي. يلا. يلا. ستارت.
مفهومة. وهي أول 50,000، ألف مبروك. كيف اللاذقية؟ الحمد لله رب العالمين تمام. حلو الجو صار؟ والله شوي برد وشوي صحو. يعني ما بتعرفي هيك شو بتحسي الجو برجو جوزاء كل شوي شكل. نحن كثير بنحب البحر بس يعني انا ما عرفانه هي الفتره الواحد بيقدر يطلع ولا لا، فبدنا نستنى شوي لنهايه هالشهر. تيجي على بيتك حبيبه قلبي. تسلمي لي، متشرف فيكي وبكل اهل اللاذقيه. تسلمي لي يا عمري. حنروح للسؤال الثاني، صح او خطا ايضا. السؤال بيقول: تشتهر مدينه السويداء بحلوى المامونيه. خطا. خطا. بيزعلوا أهل حلب. إجابتك صح. هلا نحن أهل السويدة. على رأسي أهل السويدة كلها. تبع حلاوة الجبنة. مهضوم حقكم أنتم. لا بس بدنا ياب مصاري يعني. عن جد. هي السويدة بتشتهر بالملاحية وأكلة تانية اسمها اللزاقيات، كتير اسمها صعب، ما بعرف إذا رح تحفظوها يوما ما، بس إنه هدول من أشهر الأكلات، تعرفوها؟ يا عيني. يلا يا منار، عندنا قيمة السؤال ماتشين كاردز، عندنا 8 بطاقات من 1 لـ 8، بدي إياكي تختاري منهم رقمين. 3 مثل ماريا ما نقيت. شو هنن؟ رقم 3. 3 والرقم الثاني؟ 6. 3 و6. صاروا 100,000، ألف مبروك. هلأ في عنا السؤال الثالث والمرحلة الثالثة، جاهزة؟ جاهزة حياتي. يلا إن شاء الله يكون حظك حلو. وهذا السؤال فيه 4 خيارات. ما هي المدينة الملقبة بمدينة الضباب؟ مدريد، باريس، لشبونة أو لندن؟ لندن. إجابتك صح، برافو. مين ماريا؟ بنتي. الله يخلي لك ياها يا رب. قد ايه عمرها؟ 8 سنين. 8 سنين. وهلا الربح على حظ ماريا يا رب. يلا في عنا 3 سنازيق من 1 للـ 3، بدي اياكي تختاري رقم من 3 ارقام. شو ماريا؟ شو يا ماريا؟ شو يا ماريا؟ 1، 2، 3. عطيني اياها بلكي هي تختار. يلا هلا. مرحبا. هلا. كيفك يا ماريا؟ منيحة. عم تحضرينا؟ ايه. نحن كثير مبسوطين فيكي حبيبتي. نحن كمان بدي اكثر. يا حياتي انا اللي بيعرف يحكي وهيك بيعرف يقول الكلام الحلو. ماريا. بدي اياكي تختاري رقم من 1 لـ 3، شو هو الرقم اللي حابة تختاريه؟ شو 1 ولا 2 ولا 3؟ 3. 3. يلا يا عمري هالصوت الحلو. وهي 200,000، ألف مبروك. مبروك يا منار ومبروك لبنوتك اللذيذة كتير، الله يخلي لك ياها يا رب. وبتمنى أنكم دائماً ضلوا تحضرونا لأنه في عنا بنهاية الشهر 30 مليون ليرة سوري لرابح واحد. فاصل صغير ورح نرجع نكمل هاي الحلقة، ولكن قبل رح نسمعكم شي ظريف من الباند أوف بيت. We'll be right back.
عن جديد متابعينا من وين ما كنتوا عم تحضرونا، ان شاء الله نكون هيك عم نقضي نحن وانتم سهره حلوه. حضروا معلوماتكم وفنجان القهوه، ممكن باي دقيقه نتصل فيكم وتكونوا معنا بالاستوديو. نهار الاحد في عنا 5 مليون لصاحب اكبر عدد من الرسائل من الاحد الماضي للاحد القادم. اسبوع كامل ممكن ياهلك تربح معنا ال5 مليون، لهيك امسكوا موبايلاتكم بهي اللحظه وابعثوا كلمه مميز على الرقم 1122 من اي خط سيريتل، وعلى ال1100 من اي خط MTN. وايضا في مفاجاه جديده لكل الرابحين من خطوط سيريتل ضمن برنامج بلحظه بتربح. سيريتل رح تقدم لكم باقه 5 جيجا فري لكل المحظوظين يلي ربحوا معنا. يسعد مساكم على الجديد. انا حاسه حالي قصيره اليوم، بس هلا متعودين على الكعب. مو دائما هيك، انا بستغرب كيف بكره رجعت لكم. بس مو مريح هيك؟ بلا طبعا، انا كثير مبسوطه اليوم. في معنا اتصال جديد، مساء الخير. مساء النور علياء، كيفك؟ الله يسلمك يا رب، كيفك انت؟ خلي لي اياكي، عم تحكينا من طرطوس. من طرطوس. يسعد مساكي ومسا كل اهل طرطوس، شو الاخبار؟ مع مين عم تحضرينا؟ انا وجوزي واولادك. انت وجوزك واولادك، تحيه لكل العيله. جاهزه للربح؟ تسلمي يا رب، رمضان كريم عليك وعلى الجميع. رمضان كريم ان شاء الله عليك وعلى اسرتك وعلى كل المتابعين. حنشوف السؤال الاول ونشوف شو حظك. جاهزه يا علياء؟ ان شاء الله. يلا، السؤال صح وخطا بدي اياكي تجاوبي عليه وهيك تروقي ونشوف شو هو. العمله المتداوله في اليابان هي الين، صح او خطا؟ خدي وقتك جوجليه اذا بدك. الين الياباني صح؟ صح أكيد صح. حنشوف هلأ شو قيمة الربح. إن شاء الله بيكون حظك حلو، في عنا دولاب الحظ، بس بدي إياكي تقولي لي ستارت لحتى نبلش. ستارت. يلا. ولا شيء للأسف، ولكن لسه في عنا مرحلتين وفي عنا لعبتين وأكيد رح نربح. جاهزة للسؤال اللي بعده؟ تفضلي. يلا إن شاء الله رح يكون حظك حلو. ليكي بدي إياكي هيك تمسكي الأولاد تمام وتعملوا لنا تحية لبرنامج بلحظة بتربح.
جاهزين؟ تمام يلا جاهزين يا حياتي. شو هالحماس الحلو هاد؟ خلاص هيك نحن روقنا وانتم روقتوا، واكيد اكيد اكيد في ربح بالمراحل القادمه، فما بدنا زعل ابدا. في عندنا سؤال ثاني هلا كمان صح او خطا، والسؤال بيقول تفضل يلا. يوجد الجامع الاموي في مدينه دمشق. صح سهله اجابتك. صح ثلاث صناديق عنا من الواحد لثلاثة، بدي اياكي تختاري رقم، وهالمرة بوعدك انه رح تربحي رقم من ثلاث ارقام. واحد واحد وهي أول 100,000، ألف مبروك. شو أسماء الأولاد الله يسلمون؟ ربيع ومرام. و؟ مرام. منار. كوني حكيت مع ماريا قبل، بدي هلأ مرام أحكي. مرام. مرام الله يخلي لك اياها يا رب. الله يسلمك يا رب. عن جد خلينا نقول اسم البنوته عليك. صح بدي احكي مع ربيع هلا دوره. مرام اسلم عليك. يلا هاي يا مرام. خير. مرحبا اهلا كيفك يا حلوه؟ الحمد لله كيفك انت؟ تمام قد ايه عمرك؟ 13. ان شاء الله العمر كله يا رب، وان شاء الله بيكون حظك حلو ووشك حلو على ماميتك وعلى عيلتك. رمضان كريم عليك وعلى يا عمري. انا رمضان كريم عليك وعلى عيلتك وعلى كل الاشخاص اللي عم بيتابعونا. انت حلوه بالجنان يا مرام. انت القمر، انت كثير حلوه مرام. حلوه. نعم جاهزه تربحي؟ انا اكيد رح ساعدك. بدي انت تجاوبي على هذا السؤال. جاهزه؟ اوكي تمام يلا يا رب. أي صف أنتِ؟ سابع. سابع؟ إيه. برافو عليكي، وعم تطلعي الأولى على المدرسة ولا عم تعزبي الماما؟ أكيد إيه. أكيد. أكيد. إيه. وربيع قد إيه عمره؟ وربيع قد إيش عمره؟ ربيع؟ أنا عم تسأل الماما. ربيع عمره 15. إن شاء الله العمر كله إلك ولا إله، والله يخلي لك أهلك. هلا حنشوف شو هو السؤال. سؤال سهل عليك ما حنصعب لك يا. يلا. تتبع جزيرة أرواد لأي محافظة؟ طرطوس. يا عمري الذكاء، شفتوا لي البنات الصغار هيك قديشهم لذيذين؟ طرطوس. إذا أكيد طرطوس. يلا يا مرام، أنت وربيع هلا تشاوروا. في عنا 8 بطاقات، رقم منك ورقم منه. يلا. شو هن الأرقام يلي حابين إنكم تختاروهم من الواحد لثمانية؟ سبعة. أنا سبعة وخي خمسة. سبعة وخمسة، وهي تاني 100,000، ألف مبروك. شوفي ها 100 لك و100 لاخوك. قال هلا الام بتقول لي لا وانا طيب. ما بدنا اياها تزعل منها. ان شاء الله رمضان كريم عليكم. نحن اليوم كثير محظوظين بالاطفال يلي عم بيشاركوا وبالاهالي يلي كثير عم ننبسط فيهم دائما، واهلا وسهلا فيكم بالاستوديو دائما، نحن بانتظاركم. في عنا تليفون جديد. مساء الخير. مساء الخير يحيى. يحيى عم تسمعني؟ رمضان كريم يا يحيى. رمضان كريم علينا وعليك. يخلي لي اياك يا رب. كيفك وكيف الاهل والاحباب وكل الاشخاص يلي حواليك؟ الحمد لله كله بخير والحمد لله. يحيى كثير في ضجه حواليك، انا ما كثير عم بسمعك. ايه ايوه هيك هيك ممتاز الصوت. من وين عم تحكينا؟ من ريف دمشق. اهلا وسهلا فيك من ريف دمشق. ايه
أهلا وسهلا فيك إن شاء الله، تحية لك ولكل أهل ريف دمشق. جاهز للربح؟ جاهزين. يلا حنشوف شو حظك، صح أو خطأ. السؤال بيقول الإنسان لا يحلم في حال نام وهو مرهق. الإنسان شو؟ إذا نام وهو تعبان بيحلم ولا ما بيحلم؟ بيحلم. الكل بيحلم بهيك حالة. خطأ. إجابتك صح. أنا يمكن هذا أكثر وقت بحلم فيه بالحياة، وقت تكون تعبانة. يحيى جاهز لنشوف شو قيمة الربح؟ جاهز. في عنا دولاب الحظ، بدي إياك تقلي ستارت لحتى نبلش. شو هو؟ خلاص قلي بلشي لحتى نبلش ونشوف شو حظك. بلش. يلا. أول 100,000، ألف مبروك. مين في حواليك؟ ما في حدا. لحالك؟ ايه لحالي. لا والله مو لحالك، نحن معك. نحن مبسوطين كثير بوجودك معنا، وطبعا حنروح نحن وانت للسؤال الثاني. جاهز؟ جاهز. كمان صح أو خطأ. السؤال بيقول كوكب الأرض هو أكثر كواكب المجموعة الشمسية في عدد الأقمار. هلا لا ترد عم الحم بركات إنه قال على بابي واقف أمرين، هو أمر واحد ما في غيره. شو رأيك؟ عندي ما استوعبت الاستراحة. أوكي. كوكب الأرض هو أكثر كواكب المجموعة الشمسية يلي فيه عدد أقمار كثيرة. شو خطأ؟ لا خطأ. ايه خطأ، هو أمر واحد. أكيد خطأ. هو هالأمر والكل بيتقاتل عليه. يحيى حنشوف شو قيمة الربح. جاهز؟ جاهز. يلا. في عنا 8 بطاقات من الواحد للثمانية، ماتشين كاردز، بدي اياك تختار رقمين من الواحد للثمانية لنشوف شو حظك. شو هن الأرقام؟ يلا. خمس. بدها صفنة. اه من الواحد للثمانية. شو يا يحيى؟ إذا بدك تحيره خيره. ثلاثة وخمسة. للأسف ما ربحت بهي المرحلة. حنعوضة يحيى، حنعوضة. ايه ان شاء الله. حنعوضة بالسؤال الثالث. ايه ان شاء الله. يلا ان شاء الله، ان شاء الله بيكون حظك حلو. كمان في عنا هلا سؤال وله 4 خيارات، بدي اياك تختار الجواب الصحيح. شو هي عاصمة فنلندا؟ لندن، باريس، أو هلسنكي، أو جنيف. عاصمة فنلندا، لندن، باريس، هلسنكي، أو جنيف. يعني فيك تقول إنه هي أغرب وحدة فيهم. إذا حضران لكاسا دوبابيل كان في حدا من الجروب، جروب الحرامية اسمه هلسنكي. هلسنكي؟ ايه من عندي حقول هلسنكي، وهي إجابة صحيحة. يحيى كان معنا 100,000، وهلأ في عنا قيمة السؤال الثالث، حنزيدهم أكيد. في عنا 3 صناديق من الواحد لثلاثة، بديك تختار رقم من هاي الثلاث أرقام. واحد. واحد. مية
100,000 تانية صاروا 200,000. ألف مبروك. يحيى بديك تضل عم تتابعنا لأنه في عنا نهار الأحد القادم 5 مليون لصاحب أكبر عدد من الرسائل خلال هذا الأسبوع، وأيضاً بنهاية الشهر الفضيل في عنا 30 مليون لصاحب أكبر عدد من الرسائل خلال الشهر الكريم. حسيت جيمس بوند موسيقى هيك ناطرة شي باتمان. نحن بنضل نعطيك هيتس طول الحلقة طول الحلقة. دائماً في هيتس معكم. خلينا نسمع غنية ونروح لفاصل. في ليلة ولا بنسى ولا لقيت نهاك، ولو حتى ببعيد ببقى معاك وما انتش معاك. يا أنا برتاح في ليلة ولا بنسى، ولو حتى ببعيد ببقى معاك وما انتش معاك. أنا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك، ولا بيحلم يوم تحمل جراحه، ليالينا اللي كانوا ما بينا زمان راجعين ولا راحوا. تصدق وقلبي بيحلم يوم ليالينا اللي كانوا ما بينا زمان راجعين ولا راحوا. انا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك، ولا ولا عايز حبيب بعدك، ومش عايش ومش قادر على بعدك، ولا عارف في يوم أنسى ولا يسعد مساكم. سهرتنا ما بتحلى إلا بوجودكم ومحبتكم الكبيرة. كل متابعي قناة سما على البث المباشر، حابة أخبركم أنه الاثنين القادم رح بتكون حلقة نارية، حلقة مشوقة، ونحن متحمسين لحتى نربحكم أكثر من 15 مليون ليرة سوري. رح بيكون عنا كاش للرابحين المحظوظين بحلقة واحدة. ما بدها تشرب 10% من أول. لا والله 10% الله يوفق فارس من عندك، بس هيك شوي. تقدروا تستلموا جائزة عن طريق المؤسسة العربية للإعلان يلي هي دائما مسؤولة عن السحوبات، وطبعا المؤسسة العربية للإعلان رح تتواصل معكم وتخبركم إمتى بتقدروا تستلموا هاي الجوائز. الكاش بانتظاركم. شو ناطرين؟ بعتوا بهي اللحظة كلمة مميز على الرقم 1122 من أي خط سيرياتيل، وعلى 1100 من أي خط MTN. طبعا بدي أذكر كل الرابحين يلي خطهم MTN. مين منكم خطوا MTN؟ أنا بنسى كثير. حلو، بس خليك نشوف. ما في كويز بدي لكم، بس شغله والله. كل يوم ام تي ان تي في راح تقدم لكم هديه باقه رمضان على ام تي ان تي في، لحتى تشوفوا من خلالها اهم القنوات التلفزيونيه، احلى المسلسلات والبرامج الرمضانيه من دون اي كلفه على استخدام الانترنت. يزن هلا في معنا اتصال من حما. اليوم ماما قالت لي وقت تسألي لي هذا السؤال، خلص عم تعلي العالم ببعضهم. فبدي انت تسأله، خلي امك تتواصل معك وقلك لبقى تسأله. انا ما دخل. طب نجرب. يلا مساء الخير مهدي. مساء الخيرات. هلا، رمضان كريم عليكم وعلى الجميع بإذن الله. خلي لياك، من وين عم تحضرنا؟ والله ما على الموبايل. يا اهلا وسهلا. في عنا شاب من حما حيسألك سؤال، جاهز للسؤال؟
شاء الله. يلا. مساء الخير سيد مهدي، بس بدي انوه انه هذا السؤال بلاش، ما في ربح. هذا السؤال ما في ربح. عشان تحسب يعني. الله يسامحكم. حبيبي. خليلي اياك. بعد اذنك، هلا السؤال، حلاوة الجبن من وين اصلها؟ حموي. يعني عليك. حتى ما اعطى خيارات. ما في خيارات. ما في يعني هون. انت ما اعطيته خيارات الحق. ما في ديكتاتورية هون، ما في خيارات. عن جد. مهدي. مهدي جاهز للربح؟ ان شاء الله. هلا اول سؤال كان بلا ربح، هلا في عندنا ربح، في عندنا ثلاث اسئله وثلاث العاب. اول سؤال رح بيكون صح وخطا، جاهز؟ يلا 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 معك. السؤال بيقول قام الفنان باسم ياخور بدور ادم في مسلسل مقابله مع السيد ادم، صح او خطا؟ خطا. معناتها حضران المسلسل، واجابتك صحيحه. مع مين عم تحضرنا؟ مع العيلة. تحياتي للعيلة، مع أولادك؟ ايه، سلم عليكم. مين في هيك من حواليك من هالولاد الصغار؟ مع إنه الحلقة اليوم هيك كلها أطفال لذيذين وكتير مبسوطين فيهم، خلينا نشوف إذا بنقدر نحكي مع حدا منهم. يلا عندي بنت. يلا يلا. ألو. مرحبا. يا هلا. كيفك؟ الله يسلمك. عارفيني على اسمك؟ اسمي سيبال. 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 شيرين. سيبال. يا الله اسمك كتير صعب أنا. شيرين. سيبال. أوكي خلص، خلينا نتفق أني أنا ناديلك سيسي، تمام؟ يلا. يلا يا سيسي. يلا. يلا، أدي عمرك؟ 17. إن شاء الله العمر كله. سيسي في عنا دولاب الحظ، بدي اياك تقولي لي ستارت لحتى نبلش ونشوف شو قيمة الربح. يلا يلا ستارت. وهي أول 50,000. سيسي يا سيسي، جاهزة للسؤال القادم؟ يلا يلا، هذا على حظك. يلا. صح أو خطأ؟ السؤال بيقول تقع مدينة الإسكندرية على البحر الأحمر، صح ولا صح؟ شط إسكندرية. شو رأيك؟ صح. خطأ؟ صح. أنا لبكتها يمكن، مو الحق علي أنا. أو خطأ. خطأ ولا خطأ؟ خطأ. خطأ؟ خطأ. إجابتك صحيحة. رح نشوف قيمة السؤال، جاهزة؟ يلا يلا. وهذا حظك، بدنا نقول ستارت لنشوف شو قيمة الربح. ستارت. ستارت. صاروا 110,000. أنا كتير مبسوطة بجو جيمس بوند، قادرين نزيدهم أكيد؟ تمام؟ فهلأ معك 110 ولسه في سؤال ثالث. يلا حنشوف شو هو السؤال الثالث. في عندك أربع خيارات، فيكي تخلي الكل اللي حواليك يساعدوكي. في أي عام تم إنشاء اتفاقية سايكس بيكو؟ 1916، 1930، 1920 أو 1910؟ اتفاقية يعني هيك أقل من عمرك بسنة. سنة ومية. سايكس بيكو. سنة ومية. بسنة ومية. شو بتقولي؟ 1916. انا سمعت حدا منكم قال 16، وهي اجابه اكيد صحيحه.
يلا يا سيسي حنشوف الربح، حنزيدهم 110,000 وحنزيدهم. يلا بما انه ظلمنا البابا هلا بهالمكالمه خلينا نقول انت بتختاري رقم وهو رقم. جاهزه؟ نعم. في عنا 8 ارقام من الواحد لثمانيه، بدي اياكي انت تختاري رقم وابوك يختار رقم. كل واحد رقم؟ ايه كل واحد رقم. سبعة وخمسة. وهيك صاروا 200,000. ألف مبروك. تحياتي لإلك ولعائلتك وظلوا دائما شاركوا معنا، نحن بانتظاركم وبانتظار الأجواء الحلوة ولمة العيلة من كل الأشخاص يلي عم بيتابعونا، ودائما في عنا مفاجآت كثيرة بكل حلقة. مئات الملايين بانتظاركم. الأسبوع القادم في عنا 5,000,000 لصاحب أكثر عدد رسائل خلال هذا الأسبوع، ويوم الأحد وأيضا يوم الاثنين عنا جوائز كاش بقيمة 15,000,000 ليرة سوري. 5,000,000 نهار الأحد و 15,000,000 وأكثر نهار الاثنين. نحن بانتظار نتعرف عليكم، نتصل فيكم ونخبركم أخبار حلوة. كل يوم أنتم أقرب لقلوبنا وأقرب للربح. رمضان أحلى معكم أكيد. أنا بشوفكم بكرة بنفس الموعد 10 المساء على قناة سما الفضائية. بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة، ضلوا بسعادة وراحة بال. عايش وحدة بلا وبلا حبك يا ولا حاجي تحكي عن هوا ضحكت عليك البلد يا عايش وحدة بلا وبلا حبك يا ولا حاجي تحكي عن هواك ضحكت عليك البلد بتحب ايه بتحب بتحب ايه بتحب لكن هي فيك يما بلد عايشة وحدة بلد وعايفة الله وسما والله بتحبها ايه بتحبها بتحبها